طيب مباراة أسوان مباراة مهمة جدا بكرة إن شاء الله هتتلعب الساعة 3 إلا ربع، بصافرة تحكيمية للكابتن محمود البنا، واتكلمنا في موضوع التحكيم والحمد لله يعني كل حاجة عندنا بتبقى موثقة بالفيديوهات. قلنا امبارح الأسماء بعد الحلقة بساعتين اتحاد الكرة واللجنة اضطرت إن هي تعلن الأسماء قبل الماتش ب 48 ساعة. الفريق في أسوان عقب العودة من السودان واتمرن امبارح والنهاردة كمان في تدريب في نفس توقيت المباراة. أكيد محتاجين بقى نطمن على البعثة، محتاجين نطمن على اللعيبة من بعد مباراة الهلال وقبل مباراة بكرة، إيه الأخبار كلها؟ معانا زميلنا محمد توفيق موفد قناة الأهلي والموجود حاليا في أسوان مع فريق النادي الأهلي. مساء الفل يا محمد. مساء الخير زميل محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. طمني بقى على أخبار الفريق وأخبار اللعيبة، وكمان النهاردة في زيارة مهمة جدا بيقوم بها الكابتن محمود الخطيب وطبعا معالي الوزير الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لمستشفى دكتور مجدي يعقوب في أسوان، فعندك تفاصيل كتير أقعد بقى أسمعك وكل الجمهور يسمعك عشان عندك أكيد كلام مهم جدا بخصوص كواليس الفريق في أسوان. في البداية نتكلم عن الجانب الرياضي أو فريق الكرة، يمكن عقب على طول عودة الفريق من السودان يا محمد، تم تماما اغلاق صفحه الملف الافريقي والتفرغ بشكل تام للملف المحلي وبطوله الدوري، خاصه انك انت بتلعب مباراه بعد يعني غياب عن المباراه اللي فاتت بسبب التاجيل بسبب المشاركه في كاس العالم للانديه، فمحتاج تحافظ على يعني صدارتك للبطوله وتبقى خطوه من خطوات عديده نحو يعني ان شاء الله عوده اللقب لمكانه الطبيعي وهو قلعه النادي الاهلي بالجزيره. فطبعا مباراه اسوان مباراه مهمه جدا، خاصه مع يعني زي ما بنقول النهضه الشامله اللي يعني شاهدها فريق اسوان في المباراه الاخيره، طبعا بقياده الجهاز الفني الجديد بقياده كابتن ايمن الرمادي، الجهاز الفني والاداري يمكن يجتمعوا مع اللاعبين ولهم نقفل مؤقتا صفحه افريقيا ونركز في الملف المحلي على طول. الفريق يعني محمد يعني بدون راحه على طول وصل للسبت بالليل، كان في تدريب امس الاحد كان في تمام بالرابعة عصرا، النهارده كمان بدون راحه الفريق اتدرب تاني، كان التدريب في تمام الحلقات 10 صباحا، كان التدريب امبارح كان المجموعه اللي شاركت بشكل اساسي في مباراه الهلال خدوا بعض التدريبات الاستشفائيه، بقيه اللاعبين خدوا مران قوي جدا، وكمان النهارده كل المجموعه شاركت في مران قوي جدا بدني وفني وتنفيذ بعض الجمل اللي الجهاز الفني بيحاول يحفظها للاعبين لتنفيذها في مباراه الغد باذن الله. عايز اقول لك يعني عايز اشكر شعب اسوان المضياف وترحابه بشكل كبير جدا بفريق النادي الاهلي ومجلس ادارته بقياده كابتن محمود الخطيب. كمان بقى نتكلم عن ده كان الجانب الرياضي، نتكلم كمان عن الجانب الوطني للنادي الاهلي النهارده، وكابتن محمود الخطيب يعني قبل كمان يعني احنا حالا دلوقتي موجودين في مركز دكتور مجدي يعقوب للقلب هنا في اسوان، كمان كان قبلها كان زياره ل يعني معالي الوزير اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان، طبعا الراجل كان حريص جدا انه يستقبل كابتن محمود الخطيب وزي ما قلت لحضرتك الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وكمان دكتور محمد شاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. الراجل قال طبعا شرف يعني نصا كده شرف لديوان عام محافظه اسوان انه يستقبل كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، واتكلم عن العلاقات الطيبه ومدى حب شعب اسوان للنادي الاهلي وترحيبه، وتمنى ان المباراه تخرج يعني بكره يعني بمباراه تليق بجماهير النادي الاهلي وكمان كجمهور اسوان وشعب اسوان المضياف. وكمان يعني الجانب الوطني اللي دايما بنتكلم عنه والدور الوطني للنادي الاهلي محمد، يمكن كابتن محمود الخطيب وجه باعداد فيلم ترويجي ودعائيه لمحافظه اسوان اللي استقبلت النادي الاهلي خارج يعني استقبال عشان يكون دافع للمحافظه، وكمان ترويج ان فرق كتيره وسياح كتير جدا يجوا هنا اسوان، خاصه ان انت عارف ان اسوان من اهم يعني زي ما نقول المشاتي على مستوى العالم في فصل الشتاء، خاصه قبل العدد كبير جدا من السائحين. حالا دلوقتي بقى وانا معاك على الهواء كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره والدكتور محمد شوقي وكابتن سمير عادل المدير الاداري في ضيافه الدكتور مجدي يعقوب في مركزه هنا للقلب في اسوان. طبعا ده يعني احد المؤسسات الكبيره جدا يعني تعمل في المجال الطبي وكمان المجال الانساني، النادي الاهلي دوره ما بيقلش اهميه عن دوت، ودايما دوره الوطني والدعم لكل المؤسسات الوطنيه اللي بتدفع المواطن المصري واي مواطن على ارض مصر للامام. كان حريص كابتن محمود الخطيب انه يكون موجود هنا، دي مش اول زياره دي طبعا، كان حتى هم اتكلموا في الفيلم التسجيلي اللي كان بيتكلم عن تاريخ المركز هنا ان كابتن محمود الخطيب كان معاهم من اول خطوه في انشاء المركز والى اليوم باذن الله. وعاوز اقول لك ان شاء الله يعني ده هيعلن يعني مش عاوزين نسبق الاحداث، هيتم اعلان عن اوجه تعاون كبيره جدا في هذا المجال سواء في مجالات التدريب او التكامل ما بين النادي الاهلي ومركز الدكتور مجدي يعقوب هنا في اسوان. وزي ما قلت لك يا محمد دور النادي الاهلي الوطني لا يقل ابدا
عن دوره الرياضي، وده طبعا من 1907 من يوم مشيت النادي الاهلي في اول يوم ليه. اكيد ده كلام مهم جدا يا توفيق، وبشكرك بجد على التفاصيل اللي انت قلتها، لان مهم جدا نعرض لكل الناس ماذا يحدث حاليا في اسوان، وزياره مجلس اداره النادي الاهلي لدكتور مجدي يعقوب، وكمان الامور الترويجيه اللي ممكن تتم لمحافظه اسوان واللقاء مع محافظ اسوان. طب عايز ارجع بقى للجزء الفني، هل في لعيبه انضمت للفريق في اسوان حاليا؟ يعني السوليه ما كانش موجود في السودان، هل انضم للفريق في اسوان ولا نفس المجموعه اللي كانت في السودان هي اللي هتكون موجوده في اسوان؟ وكمان عايز اطمن على محمد هاني، جاهز ولا ممكن يكون مصاب هيتم راحته من مباراه الغد؟ نفس المجموعه اللي كانت في رحله السودان يا محمد هي اللي مكمله معانا في مباراه اسوان. كان عمرو السوليه طبعا مش موجود نظرا طبعا يعني بيؤدي المرحله الاخيره من برنامجه التاهيلي والعلاجي في خاطر الجهاز الطبي والفني انه يتم راحته، طبعا يعني رحله اسوان هتبقى مرهقه ليه، فهو محتاجينه في مقادم من مباراه، خاصه انت زي ما تقول بتلعب سبت وثلاث لمده شهر تقريبا ما بين البطوله الافريقيه والبطوله المحليه، فطبعا خاطر الجهاز الفني راحته محمد هاني وكل اللاعبين الموجودين في الباسه حابب اطمنك عليهم يعني في مستوى بدني وفني اكثر من رائع، تركيز تام يا محمد. يمكن زي ما قلت لك تم اغلاق ملف افريقيا تماما والتفرغ لمباراه اسوان، وبعد كده هنرجع من تاني بقى كقدر النادي الاهلي، ان كل يوم طموح، كل يوم بطوله بتلعب عليها، كل يوم عندك تحدي جديد، فمن بعد ماتش اسوان باذن الله نفكر في الملف الافريقي. يعني عايز اطمنك على البعثه بشكل عام وكمان كل اللاعبين ان شاء الله يعني نقصهم فقط يعني توفيق ربنا يكون معانا بكره باذن الله ان شاء الله، دعوات جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وان شاء الله نشوف مباراه كبيره وفوز يليق باسم النادي الاهلي باذن الله. محمد انا بشكرك ومش هطول عليك اكتر من كده، اكيد عندك لقاءات ومتابعه حيه لزياره مجلس الاداره في محافظه اسوان، كل التوفيق ليك وللفريق ان شاء الله وتخطي مباراه الغد. دي كانت ابرز المعلومات المهمه من اسوان حول كل اخبار الفريق، والنقطة المهمة اللي قالها توفيق بالتأكيد الفيلم الدعائي ولا التوثيق للأمور السياحية في محافظة أسوان اللي ممكن يتم خلال الفترة الجاية من النادي الأهلي، وده الدور الوطني من النادي الأهلي، الأهلي كمؤسسة مش مؤسسة رياضية فقط، رياضية واجتماعية ووطنية بتقوم بدور مجتمعي في جمهورية مصر العربية.